اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو مسلم، في مثل هذه الظروف زي ما كابتن عادل كان بيقول وكابتن طارق دياب قال ان مثل هذه المباريات تبقى قريبه جدا من بعض، انت لو مكان الباك ليفت مكان علي معلول او مكان اللي هيلعب في ناحيه الشمال وعارف ان من الممكن جدا ان يكون هناك نقطه ضعف في الناحيه اليمين في نادي الاهلي القطري، هتعمل ايه؟ لا انت خلي بالك اسلام، للفرقه ديت جماعيا فرقه مميزه جدا جماعيا طبعا دحيل. انا اتفرجت عليها كتير، فخلي بالك ممكن يكون فرقه ما عندهاش الجماعيه بس افراد عاليه جدا. الفرقه دي عندها جماعيه، فرقه مميزه جدا، عندها لعيبه مميزه دعمت بشكل كبير. يعني مثلا عندك الجناح البرازيلي اتكلم في دودو، ده لعيب مميز جدا، عنده واحد في نص الملعب صنع على الالعاب اللي هو البرازيلي ادنيلسون جامد جدا. عندك طبعا عندك الناحيه الثانيه برضك الجناح القطري اللي هو الطقم اللي هو معز علي، ده لعيب مميز. يعني عنده خمس ست لعيبه مميزين. غير كده نتكلم على راس حربه اللي هو الكيني اللي هو مايكل، ده لعيب قوي جدا. فبكلمك اللي انت عندك عناصر مميزه في كل حته، عندك ممكن يعمل لك محطه بشكل كبير. عشان كده بنتكلم في جماعيه، هو عنده لعيبه مميزه بس الجماعيه بتاعته مميزه بشكل جدا. وخلي بالك السكور الكبير ده اسلام، خلي بالك ما بيجيش بسهوله. السكور الكبير ده بيجي باللعب الجماعي اللي هو اي حد عايز اي حد يحرز الهدف، مصلحه الفرقه موجوده ازاي، فهو عنده عناصر ومدعم بشكل كبير جدا. ففرقه مميزه، فاحنا بالك لازم عندنا حذر ولازم نعد الفرقه بشكل كبير. واحنا شايفين الفتره فاتت النادي الاهلي من ساعه ما طلع من القاهره واحنا شايفين مصر موسيماني اللي هو بيفرجه مع اللقاءات بتاعه الدحيل عشان فرقه مميزه. فشايفين ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله النقط القوه اللي هي موجوده عندك. وخلي بالك زي ما كنا قلنا وكابتن علي اتفقنا كلنا، انت دي لعبه شطرنج. لازم اعرف القوه فين والضعف فين والخطوره فين ومين اللعيب اللي عنده اللي هو في التوب فورم اعلى حاجه، اقدر اشتغل عليه ازاي، اقدر احضر ازاي. فالامكانيات دي كلها لازم نوظفها في صالح الفرقه. زي ما انت بتتكلم مثلا عندهم الجناح البرازيلي دودا قوي جدا، فما ينفعش علي معلول هفضل كل شويه يطلع. انت فاهم ازاي؟ علي برضك هيقف ازاي، السرعه ازاي، وهو تاني عارف المفاتيح، مفاتيح اللعب النادي الاهلي علي معلول. فلازم نوعا ما هيفضل برضك يحط عليه ضغط. مثلا راس حربه دوت عارف القوه، عارف بدري بنون بيمسك الكوره وبيطلع من تحت ما بيطفش. فلازم برضك هيقول له اضغط عليه. فدي كلها زي ما بقول لك امكانيات، انت عندك الادوات بتقدر تحضرها بشكل كبير.